كابتن احمد البقال القائد السابق للمنتخب السعودي ونادي الخليج المحلل الرياضي. كابتن احمد ساعة مرحبا بك على امواج امبيونس اف ام وفي برنامج 2040. مرحبا فيك، ارحب فيك اخوي، ارحب بكل المستمعين، وانا سعيد جدا بالتواجد معكم على هذه الاذاعه المحترمه. الله يخليك. طبعا باش نذكر بتواجد الكابتن صبحي سيود والكابتن طاهر زوالي وسي ياسين عرفة المدير الفني للجامعة التونسية لكرة اليد موجودين بحذانا في الاستوديو. نرحب فيهم الكباتن وكل الاخوان المتواجدين معكم، حياك الله استاذ. الله يخليك كابتن احمد. يمكن حبينا نحكي معك اولا على بطوله اسيا للانديه اصحاب الدوري، خاصه المشاركه السعوديه لفريقي مضر والوحده اللي الحقيقه ما كانتش حسب الانتظارات. بدايه بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا نكون سعيدين جدا باستضافه المملكه العربيه السعوديه لهذا الحدث الاسيوي الاستثنائي، طبعا في ظروف جائحة كورونا، والحمد لله وفقت المملكة العربية السعودية في استضافة 11 فريق بما يقارب حوالي 500 رياضي من الفرق المشاركة، إضافة إلى اللجان العاملة في هذه البطولة، والحمد لله وفقت المملكة العربية السعودية في استضافة هذا الحدث الأسيوي، الحمد لله انتهى بدون أي عرض أو أي إصابة أي أحد من أفراد أي فريق في هذه البطولة، وهذا بحد ذاته يحسب لنجاحات المملكة في استضافات الفعاليات الرياضية على مختلف الألعاب. فهذا بداية أستاذ. بالنسبة لمشاركة النادي الوحدة كمستضيف للبطولة ونادي مضر كفريق ثاني سعودي في هذه البطولة، حقيقة كل التطلعات والأماني كان بتحقيق نتيجة إيجابية، على الأقل تقدير وصول أحد الفريقين إلى المباراة النهائية ومن ثم المنافسة على لقب هذه البطولة القارية المؤهلة بإذن الله إلى السوبر جلوب في المملكة العربية السعودية في العام المقبل، ولكن حقيقة بنى على الاستعدادات والتجهيزات والاستقطابات اللعيبة المحترفة لم يكن في مستوى تطلعات الشارع الرياضي أو حتى بسمعة الرياضة السعودية، كان هناك أخفاق كبير في استدعاء اللعيبة المحترفين في وقت ما قبل البطولة. كابتن نتكلم مع احترامي لكل اللعيبة اللي كانوا متواجدين في الفريقين، ولكن الوقت الذي تم استدعاء اللعيبة المحترفة والاستعداد لهذه البطولة لم يكن بالشكل المطلوب، كان هناك تفاوت كبير جدا بين مستضيف البطولة والفرق الأربعة التي وصلت إلى الأدوار النهائية، فهذا بحد ذاته إشكال كبير في استعدادات الفريقين لهذه البطولة والحدث الغاري اللي كان منتظر أن يكون هناك تجهيزات استعدادات استقطابات لعيبة ذات مستوى كبير في وقت مبكر. كابتن، بعض اللعيبة نتكلم على اسم بن نور، لاعب كبير منتخب تونس، لاعب على مستوى العالم، وصل قبل انطلاق البطولة بيومين، وهذا بحد ذاته إشكال كبير في انسجام اللعيبة مع الفريق. يمكنش نتحدثوا أيضا على المستوى الفني للدورة هذه كابتن أحمد، اللي شفنا يمكن تقارب كبير خاصة بين الفرق الأربع اللي وصلت للنصف النهائي، النجمة البحرين العربي والدحيل القطريين والكويت الكويتي، مع يمكن منافسة للفريق الإيراني اللي قلق شوية الفرق الأربع هذه، مع الحقيقة الوحدة يمكن كان أقرب شوية من مضر. تشوفش أنه المستوى الفني ما كانش على يعني على انتظارات الشارع الرياضي في الوطن العربي وخاصه في المملكه السعوديه؟ صحيح كابتن، اتفق معك كابتن، كنا ننتظر ان يكون التطلعات والامال كبيره جدا وخاصه من الفريق الوحداوي كمستضيف للبطوله، وهو قبل موسمين كان قبل جائحه كورونا كان هو وصل المباراه النهائيه امام الفريق العربي القطري وخسر اللقاء، ولكن في هذه البطولة لم يكن في المستوى المطلوب. تكلمنا في إعداد الفريق، تجهيز الفريق،
مثل ما تكلمنا كابتن، الأربع الفرق اللي وصلوا إلى المربع هم كانوا أكثر جاهزية، أكثر استعداد، تحضير مبكر لهذه البطولة. الفريق ميس كرمان الإيراني حقيقة قدم مستوى كبير جدا في هذه البطولة برغم الإمكانيات المتواضعة والدوري المحلي الإيراني اللي لا يرتقي مع المستويات الكبيرة اللي موجودة في قطر أو في السعودية أو الكويت، ومع ذلك قدم مستوى كبير جدا، استطاع الفوز على الوحدة السعودي وتقديم مباراة كبيرة أمام الكويت الكويتي، وخسر في الوقت النهائي من المباراة. حقيقة الفرق الأربعة اللي وصلت كانت أحق بالوصول، فرق قدمت مستويات عالية جدا. لدحيل كبطل البطولة من بداية البطولة من نوعية اللاعبين الموجودين المحترفين، استقطاب اللاعبة الأجانب على مستوى عالي جدا، مدرب الفريق جوران الصربي كان موجود مع المنتخب السعودي لسنوات ماضية، وهو أحد المدربين اللي تأهل مع المنتخب السعودي لنهاية كأس العالم. الفريق الكويتي كثاني البطولة فريق محترم، استطاع أن يقدم نفسه ويقدم بطولة ممتازة جدا بعناصر وطنية، مع استقطاب لعيبة ذات قيمة فنية عالية، معرف الجيلاني والياس الزمال كانوا إضافة كبيرة لهذا الفريق اللي قدم مستوى جدا مميز، بخصوص في مباراة أمام العربي القطري يا أخوي كان قدموا مستوى كبير جدا، ارتقى بالتنافس الكبير في البطولة. خاصة بالإضافة الحارس إلى علي اللاعب علي صفر. صفر الحارس المرمى كابتن، هو أحد اللاعبين اللي تم للتو توقيع مع فردار المقدوني كمحترف خليجي أول في الدوريات الأوروبية. تفضل كابتن. كنا نحكيه أيضا على الفريق النجم البحريني اللي بعناصر محلية، صحيح يعني بلاعبين بحرينيين، قدم بطولة على أعلى مستوى ونافس فرق أقوى منه ماديا على الأقل. صحيح كابتن، استعدادات النجم البحريني استعد في مملكة البحرين ولم يطلع إلى معسكر خارجي بحكم أغلب لعيبته هم نفس لعيبة المنتخب البحريني اللي يستعد حق أولمبياد طوكيو بإذن الله ويقدم مستوى مشرف. استقطب لاعب أفان اللي هو من تينيغرو، ولكن لم يكن الإضافة الحقيقية للفريق، كان الاعتماد بشكل كبير على لعيبة المحليين. استقطب اللاعب محمد حبيب وكان بحريني وكان محترف في نادي الوحدة العام الماضي الوحدة السعودي، وقدم بطولة جدا رائعة، بالإضافة إلى إصابة نجم الفريق محمد ميرزا لاعب الدائرة البيفوت، كان قدم من اللعيبة المميزين، أصيب في أول مباراة أمام الفريق الإيراني في أول 10 دقائق، ومع ذلك الفريق قدم مستويات جدا رائعة، نافس فريق استطاع الفوز على فريق مضر السعودي والسالمية الكويتي، هو تأهل إلى الدور الربع النهائي وقدم مستويات جيدة، بالإضافة إلى المرشح الأول ما قبل البطولة هو العربي القطري كابتن، كان الكل ترشيحات على الورق، وبحكم نوعية اللاعبين المحترفين اللي موجودين في الفريق العربي وهو كان أحد المرشحين، لم يحالف الحظ الكويت الكويتي في دور الأربعة وخسر المباراة، فلعب على مرتبة ترتيبية ثالث ورابع، وكانوا حقيقة هم الأجهز الأربع فرق من ناحية فنية، من ناحية تجهيزية، حتى من ناحية نوعية اللاعبين كابتن، كان الفرق الأربعة هم واضح استعدادهم ما قبل البطولة أنهم عايزين يقدموا شيء مميز في هذه البطولة، وهذا ما رأيناه حتى أثناء البطولة، توزيع الأدوار على اللاعبين، البنش الاحتياط، اللاعب الاحتياط موجود في مستوى لاعب داخل الملعب، كل هذه عطت الفريقين أو الأربع فرق أنهم يكونوا مميزين أثناء هذا الحدث الآسيوي. كابتن أحمد، يمكن الملحوظ يعني في البطولة هذه هو تقريبا غياب فرق شرق آسيا، الفرق اليابانية والفرق الكورية، رغم تواجد منتخباتهم في المونديال بشكل وظهورهم بشكل مميز. نعم، وهذا من سنوات صراحة، من يوم احنا كنا نلعب في التسعينات والفرق الغرب آسيوية لا تشارك في الأحداث الآسيوية، الأغلب كابتن أنهم بحكم أنهم يديروا شركات كبيرة عالمية ذات
اسم تجاري كبير، فما ما في اي مردود مادي لهذه البطوله كابتن. الوقت ترخيص اللعيبه من اعمالهم الى المشاركه الى هذه البطوله هو المردود المادي، هو الهدف، الهدف الاسمى لهذه البطوله هو فريق واحد يصل الى بطوله السوبر جلوب. وخاصه التوقيت كابتن بعد هذا يفرق كثير، من ناحيه ان العام الماضي قبل سنتين قبل الجائحه البطوله اللي في كوريا شارك فريق كوري حقيقه يعني وان كانوا مميزين على مستوى منتخب كوريا واليابان، ولكن الفرق لا يكون هناك اهتمام كبير، وهذا يتطلب حتى من الاخوه في الاتحاد الاسيوي كابتن يكون الجلوس مع الاتحادات في غرب اسيا ودعوتهم الى المشاركه وتحفيزهم الى المشاركه. طيب احنا نستثني كوريا، اليابان، الصين، في الصين تايبي، في الهند، في باكستان، في ايضا فرق متوسطه المستوى. سعدنا جدا بمشاركه القطن، الشباب القطن اليمني، لاول مره مشاركه في بطوله اسيويه. هو بعد حتى العائق المالي، مصاريف البطوله جدا عالي، التكلفه الماليه للفريق يدفعها لكي يشارك حتى يقدر يوفر هذا المبلغ من مخزون من خزائنه، فهذا عائق كبير ايضا. لازم الاخوه في الاتحاد الاسيوي انهم يكونوا على شفافيه، على مساعده الدول المتوسطه لكي يرتقي المستوى والتنافس ويكون هناك مشاركات اكبر في هذه البطولة. كابتن نمشي ونحكي على الدوري السعودي، أخيرا تم إقرار مشاركة زوز لاعبين أجانب، يعني زوز لاعبين باش يكونوا متواجدين، كل فريق عنده الحق في لاعبين أجنبيين. تشوفش أنه الإجراء هذا ينجم أو يمكن أنه يصعد في المستوى الدوري كما هو الشأن في قطر؟ نعم بلا شك كابتن، قرار جدا إيجابي من ناحية الفكرة، الفريق أي فريق وأي دوري كابتن يتواجد فيه اللعيبة مستواهم عالي كمحترفين بلا شك أنه يرتقي مستوى البطولة ويرتقي مستوى التنافس، وكل فريق يسعى بجلب أفضل ما لديه من لعيبة أجانب لكي يرتقي ويحقق نتائج إيجابية. احنا شاهدنا في السنوتين الماضيين حتى في الدوري السعودي كابتن هناك حوافز مادية كبيرة جداً من الاستراتيجية اللي وضعتها وزارة الرياضة للفرق المنجز أصحاب المراكز الأولى الثلاثة بملاء مبالغ كبيرة جدا 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 لم يتعود عليها الألعاب الجماعية أو الألعاب المختلفة غير كرة القدم، في ضخ مبالغ في حالة تحقيق نتائج إيجابية. فلذلك الكل الفرق ستسعى إلى جلب لاعبين مميزين. هو المشكل وين كابتن؟ المشكل في اللاعب المحلي، كل فريق يسجل الزوج لاعبين في الملعب وهم بالأغلب لاعبين ضاربين، يا صانع لعب يا أحد الباكات. فبيكون الإشكالية على لعيبة السعوديين أو لعيبة لما يشكل المنتخب الوطني كابتن، أغلب اللاعبين لا تشارك في دوري في مباريات منافسات الدوري المحلي، بيكونوا جالسين على الكرسي الاحتياط. فأنت لما تستدعي لاعبين هو ما بيشارك في منافسات كبيرة أو مباريات كبيرة ذات تنافس لكي يرتقي مستوى اللاعب أثناء الدوري ومن ثم يصب هذا في مصلحة المنتخب. احنا طالبنا بحكم متابعتنا وتواجدنا في الساحة الرياضية كمتابعين وكمحللين ولاعبين سابقين في كرة اليد، طالبنا أن يكون هناك احتراف جزئي للاعب المحلي كابتن لكي تعطيه حافز مادي حتى من ثم يكون هناك محاسبة إلى اللعيبة المحليين في حالة الانضباط، حالة الفوز والخسارة. هذا مو موجود كابتن، أي احتراف، أي نوع احتراف للاعب المحلي إلا موجود عند طالب أو يكون موظف في شركة أو موظف في دائرة حكومية، فيكون هناك صعوبة جدا في الالتحاق في المباريات وفي التمارين، يكون هناك صعوبة جدا في التواجد على فترات مستمرة أو منتظمة أثناء المباريات والتمارين. وهذا من أكبر الإشكاليات كابتن تواجه اللاعب السعودي الغير متفرق إلى المنافسات المحلية ومن ثم أي منافسة غرية كابتن. البعض يضطر أنه يقطع من إجازته الخاصة
ويتوقف بعض الأحيان من راتبه لكي يشارك مع نادي أو مع المنتخب السعودي. كابتن أحمد طبعا بس يتفاعل معك الكابتن تاهر زوالي موجود معنا في الأستوديو. مرحبا كابتن أحمد. مرحبا فيك كابتن. حياك مرحبا الله. حياك الله. في البداية ساعة تمنياتنا للدانة الخليجية نادي الخليج بسهات العودة للعب الأدوار الأولى في آسيا ولا في البطولة العربية. ثم معناها عندي ملاحظة أنه ما تشوفش أنت يعني الدوري السعودي وقف من يعني من آخر مارس أول أبريل الدوري السعودي وقف، يعني اللاعب معناها اللاعبين قعدوا 3 أشهر يعني تمارين فقط بدون مباريات في مستوى معين، بينما معناها الفرق القطرية والفرق الكويتية جاءوا من دوري شغال على طول. يعني ما تشوفش النقطة هذه سويت فرق وخلات ممكن فريق نادي الوحدة وفريق نادي مظهر بأقل يعني بأقل ممكن مباريات في قدمين اللاعبين خلاتهم ينزلوا شوية في المستوى، لأنه يعني نعرف أنه مظهر كان سباق في هذه البطولات ولا نادي الوحدة بالانتدابات الكبيرة اللي عملها كان ينجم يكون منافس جدي. صحيح كابتن، اتفق معاك. راح فيك كابتن طاهر، وأنا سعيد جدا بتواجدك والحديث معك كابتن. الفريق السعودية وهي فرق الخليج كلها باستثناء قطر، هو دوريهم كلهم خلاص الدوريات المحلية الخليجية كلها، وهذه من أكبر الإشكالية. حتى نادي الوحدة طرح في خطاب رسمي للاتحاد السعودي أن يأخر مباريات، ليكون غريب جدا من انطلاق هذا الحدث الأسيوي ليكون الفريق جاهز للدخول في المنافسات الأسيوية، ولكن مع الأسف توقف ل3 شهور قبل انطلاق البطولة. هذا إشكال أول. إشكال ثاني يصب في مسؤولية الإدارة المسيرة لكل فريق كابتن. التواريخ موجودة ومحفوظة ومعروف انطلاق البطولة يوم وأي تاريخ، هذا كان مسبق، ولكن التأخير الكبير اللي حصل للفرق المشاركة في الاستعداد هذا كان أكبر إشكالية كابتن. حتى في وصول اللاعب الأجانب كابتن، أنت كان يفترض أنه يكون على الأقل قبل 2 أسبوع اللاعب الأجنبي متواجد معاك محضر معاك، فمع الأسف تأخروا كثير حتى في استقطاب باللاعبين الأجانب. التوقيع ويا المدربين كابتن، نادي مظهر وقع مع الكابتن رشيد قبل انطلاق البطولة ب20 يوم، لسه الوقت ضيق جدا تعرف على اللاعبين، أعطى فكرة طريقة لعب المدرب أسلوب المدرب الجديد، هذا بيأثر كليا حتى على الفريق. فمع النقطة الأولى احنا متفقين فيها، المساحة 3 شهور قبل انطلاق البطولة كان مؤثر. الشيء الثاني كان يتحمل إدارة الفرق في التحضير مبكرا لهذه البطولة، حتى من ناحية مع عواقب الظروف الاستثنائية هذه الموجودة مع جائحة كورونا، ولكن كان الوقت متاح ان الفريق يطلع معسكر يحضر يلعب 4 مباريات. الفريق الكويتي ذهب الى صربيا لعب له 5 مباريات حضر حاله بشكل ممتاز. الفريق سالمية راح لدولة قطر ولعب له 5 مقابلات، يعني كان الوقت متاح، ولكن التأخير كانت من إدارة الأندية. بالإضافة الى ذلك نادي الوحدة كابتن اصطدم في اول مبارتين مع اقوى فريقين اللي وصلوا المباراة النهائية كابتن، الحيل والعربي. يعني الوحدة لعب أول مقابلة مع الكويت الكويتي وهو وصل النهائي، ولعب مباراة ثانية أمام الحيل القطري وهو بطل البطولة، وهذا بحد ذاته كان إشكال كبير حتى في جدولة المباريات. شفنا قبل يومين تصريح نعم لمدير فريق الوحدة إنه يقول الاتحاد الآسيوي أجبرنا على اللعب أول مباراة أمام الكويت، ولم يكن اختيارنا إحنا في اختيار الفريق اللي نريد نبدأ معاه البطولة، فهذا كان إشكال أيضا لم يوفق في نادي الوحدة، واضطر أنه يكون موقفه صعب والخروج من أول مبارتين في انطلاق البطولة. كابتن طبعا مشكور على تدخلك معنا. نذكر الكابتن أحمد البقال القائد السابق للمنتخب السعودي ونادي الخليج والمحلل الرياضي كان معنا عبر الهاتف من المملكة العربية السعودية، مشكور على تدخلك معنا.